شكرا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذ الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واضح الصوت؟ نعم، واضح، جميل جدا. واضح الصوت؟ أكمل دكتور، عندك سمع. 10 دقائق. موضوعنا اليوم يتعلق واضح بتأثر التعليم بجائحة كورونا وتحدية التعليم عن بعد. في محورها الأول أو في نقطتها الأولى، بالطبع كل منا يعلم يعد التعليم الأساس الذي تقوم عليه حياة الإنسان، وله أهمية جد وبالغة في حياته، ويمكن إجمالها في امتلاك المهارات اللازمة للمرء في حياته العملية، والتي من شأنها أيضا أن تزيد من ثقته بنفسه والقدرة على التفكير وامتلاك المعرفة التي تحقق الفائدة للمرء في مختلف مجالات حياته واتساع أفاقها. وفي هذا المقام يكفي أن نقول أن أول آية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله هي كلمة اقرأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والسؤال المطروح: كيف تأثر التعليم وما هي التحديات التي واجهت بلدان العالم في ظل الانتشار الواسع لهذه الجائحة؟ انطلاقا من هذا السؤال نتكلم على تأثر التعليم في ظل هذه الجائحة التي أصابت العالم. بالطبع ألقت أزمة جائحة كورونا كوفيد-19 بظلالها على قطاع التعليم والتكوين على غرار القطاعات الأخرى، إذ دفعت المؤسسات التعليمية والجامعات لإغلاق أبوابها، وبالتالي الحد من فرص انتشار هذا المرض، مما أثار قلقا كبيرا لدى المنتسبين لهذا القطاع وأهليهم، وأدى إلى انقطاع يعني أكثر من 1.8 مليار عبر العالم. وبالنسبة للجزائر عندنا 11.1 مليون متعلم جزائر، أي ما يمثل حوالي أكثر من 25% من الساكنة. بالطبع هذه الآثار السلبية يمكن إجمالها في مجموعة من النقاط، وهي كالتالي: توقف التعليم وحرمان التلاميذ من التعلم والتطوير والتكوين، وكان أشد وطئا وتأثيرا على الفئات المحرومة. ثم بعد ذلك التغذية الصحية، لأن نعلم أن خاصة بالنسبة للطور الابتدائي هناك وجبات صحية فحرم منها الأطفال. ثالثا، عدم استعداد الأولياء لتعليم أولادهم عن بعد أو حتى في المنزل بسبب محدودية تعلمهم أو يعني تحديد الموارد المالية بالنسبة إليه. رابعا، غياب الرعاية من طرف الأولياء والعاملين، مما نتج عنه سلوكيات منحرفة عند الأبناء، وهذا يعني الفراغ القاتل. خامسا، الضغط الغير متوقع على نظام الرعاية الصحية بسبب التكهل الأبناء، وهذا بسبب الآباء عندما يكونوا عاملين في ذلك في قطاع، خاصة في قطاع الصحة. سادسا، ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، وخاصة عند التلاميذ محدودي المستوى بسبب هذا الإغلاق اللي دام يعني منذ مارس إلى يومنا هذا، إذن أكثر من 7 أشهر عطلة. سابعا، العزلة الاجتماعية، إذ تعتبر المدارس من مراكز لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل الإنساني، والإغلاق يفقد الكثير علاقاتهم الاجتماعية والتي لها دور أساسي في التعليم والتطوير. هذا بالنسبة للتعليم عموما. كذلك التحديات هذه التي يمكن للتعليم عن بعد، بالطبع احنا بعد لجوء الدول الى التعليم عن بعد، فيه مجموعة من التحديات التي واجهت الدارسين في هذه المدارس او حتى الأولياء. هذه التحديات التي دفعت بها جائحة كورونا هي أن غالبية الأبناء أو الطلبة هذون ليس له إرسال جيد بالإنترنت أو حتى انعدام، إذا لم أقول انعدام بصفة عامة. ثانيا، لا يتوفر جميع التلاميذ على كمبيوتر شخصي أو هاتف محمول والأدوات الرقمية بالمنزل، وهذا ما يدخل ضمن عدم تكافؤ الفرص ما بين الطلبة. عدم توفر غرف فردية للتلاميذ للمواظبة والعمل بوتيرة منتظمة يوميا سواء على الحاسب أو بالنسبة للبرامج التلفزية. غياب التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم، ضعف التنسيق وحتى العداوة بين هيئة التدريس الأولياء، وخاصة في الظروف هذه.
تعذر عملية التقييم والمتابعة الدوري للمتعلمين، وهذه التي يقوم بها المعلم في القسم أو المربي في القسم، اللي هي الاختبارات والتقييم المستمر وإلى غير ذلك. تبين قدرات استيعاب نظرا للفروق الفردية، لأن نحن نعلم أن المتعلمين أو الطلبة على مستوى القسم لا يمكنهم، ليس لهم نفس المستويات، وهذا يدخل ضمن الفروق الفردية بين الطلبة، لأن هناك تلاميذ يعني إدراكات سمعية أو منهم بصري ومنهم الحسي ومنهم الذي يجمعون كمامنا. فهذا الأمر هذا دائم بحاجة إلى أستاذ هو الذي يعالج هذا الأمر ويعطي لكل تلميذ يعني هذه الجوانب أو يوفر هذا قلة الحوافز والمشجعات أو حتى أحيانا انعدامها. بالطبع هذا ما هذه التحديات التي واجه التعليم في على مستوى المدارس أو حتى المستوى في 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 أوقات الأمن والاستقرار. أما بالنسبة للتحديات على مناطق النزاع، وخاصة ونحن نتكلم على الجانب الإغاثي وإلى غير ذلك، مناطق النزاع ومناطق اللجوء، فبالطبع هناك بالإضافة إلى الشيء الذي ذكرناه سابقا ينضاف إليها تحديات أخرى، وهذه هي تدخل ضمن محدودية قدرة الدول المضيفة على استيعاب هؤلاء اللاجئين أو النازحين في المدارس أو الجامعات. الأمر الآخر، التحدي الآخر، اللي هو اختلاف المناهج ولغة التعليم بين المضيف و يعني النازحين. النقطة الأخرى، فقدان الأوراق الرسمية التي توضح المرحلة الدراسية للطالب حتى يمكن إدماجه في مرحلة ما. عدم اعتراف البلد الأصلي بشهادات حصل عليها الطالب في المخيم. كذلك العوز الذي يدفع بالطلبة في إعالة أسرهم، وهذا ما نسميه بعمالة الأطفال وهي منتصبة بنسبة كبيرة. عدم توفر الكوادر المؤهلة في التعليم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وتراجع المساعدات الدولية. وربما أن نذكر نأخذ كنموذج على ذلك اللي هو بالنسبة ل يعني إخوان الأشقاء السوريين، نجد أن حوالي 2.5 مليون يعني من النازحين فيهم أكثر من 1,600,000 طفل يعني فقدوا بالطبع مقاعدهم الدراسية، لأن نتج هذا ناتج عن إغلاق حوالي 3,500 مدرسة. نضيف كذلك 3.3 مليون نازح بالنسبة للعراق. هذه كلها بالنسبة في الأخير، يعني هناك مجموعة من التوصيات التي نريدها، ورغم محدودية الوقت المداخلة إلا أنني أذكرها في هذه العجلة كالتالي، وهو توفير شبكة إنترنت وحزام بسرعة جيدة، وحتى هذه بالنسبة للبلدان اللي راها يعني بلدان العنساس أو بلدان العربية والإسلامية. بالطبع شبكة إنترنت يعني ليست بالقدر الكافي لمتابعة المواضيع. النقطة الأخرى، زيادة المهارة الفردية لدى المعلم الدورات التكوينية، لأن هناك كثير من المعلمين وخاصة ربما القدامى لا يحسن التفاعل مع وسائل التكنولوجيا إلى غيره، ولذلك يتطلب هنا دورات تكوينية يعني مكثفة بالنسبة إليهم. تحسين البرامج التعليمية عبر محطات الإذاعة والتلفزيون، هنا اشتراك الإذاعة والتلفزيون المساندة للأهداف التربوية والتعليمية الوطنية. كذلك مشاركة الأولياء في العملية التعليمية لأبنائهم من خلال برامج خاصة. توفير الأدوات الرقمية للطالب وإدماجه في المناهج الدراسية. وهناك كثير من الدول الأوروبية، وربما نذكر يعني كدول أوروبية وبينها تركيا، أنها توفر يعني اللوح يعني الذكي بالنسبة للطلبة، يعني متوفرة مجانا بالنسبة لهم. مشاركة الأولياء في العملية التعليمية، تطوير منصات التعليم لتقديم جميع الخدمات الضرورية كالدروس التطبيقية والواجبات وأدوات التقييم والمسار التعليمي، لأن بالنسبة ما يقوم به التلفزة أو الإذاعة هو تقديم مادة علمية فقط، لكن تطوير هذه المنصات التعليمية يؤدي هذا إلى توفير دروس وتطبيقات عملية، لأن مثلا بالنسبة يعني طلبة البيولوجيا أو الفيزياء أو ذلك أو الاجتماعية يتطلب هنا أعمال تجريبية ومخبرية وعبارة عن أعمال تطبيقية يعني ينظرها أمامه، وأدوات التقييم والمصادر التعليمية كذلك. وضع محفزات للمعلم والمتعلم تدفعه وترغبه في العملية التعليمية ككل. وفي الأخير أو ختاما، بالإضافة إلى التوصيات في الجانب الآخر اللي هو مناطق النزوح، توصيات تحسين الواقع التعليمي في مناطق النزاعات وداخل المخيمات، كذلك التزام المجتمع الدولي بوعوده تجاه اللاجئين ومناطق النزاع، التزام المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة في إطار حل النزاعات، تشبيك العلاقات وتفعيلها مع بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وربما نذكر هنا إحصاء يعني أو عملي كرقم فقط على سبيل المثال، أن البلدان الفقيرة تتحمل مسؤولية يعني أكثر من 50% من الدول النازحة أو اللي صارت فيها النزاعات، بينما الدول المتقدمة والتي يعني لها قدرات
واحتياطات الاقتصادية أكثر من 50% بالنسبة يعني لدول العالم اقتصادي العالم، اللي هي تنحصر في 6 دول اللي هي اليابان والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لا تستوعب إلا 8.9 من اللاجئين. يعني الثقل واقع على البلدان النامية والفقيرة. نعم دقيقة لحظة ختاما. من المؤكد أن الأزمة التي واجه القطاع التعليمي بسبب التنافسية بالإضافة إلى الأزمات السابقة دفعت التعليم للطول نحو الواجهة، فهذا خيار لا بديل عنه إلا في حالة انعدام البنية التحتية والسواد المعلمة. تحديات كثيرة للمواباة تتحول المفاجئ، إلا أنه بالتخطيط الاستراتيجي المناسب يمكن التغلب على كثير من العقبات وما